سوكو تصور. ما شاء الله يعني سنوات ما حسبتش انا الحقيقه ما الحمد لله يعني نشوف تقدم كبير يعني من الفتره هذيك يعني فما تحسن بك مع فترات رجعتني دي تول السنوات اللي تقبل مع اصابات يعني فتره تعرف بطلت الفتره سنتين بلس سنتين ونص يعني خرجت يعني اصابات يعني بعدتني على الميادين وحاجات هذوما يعني قواوني ورجعت مع اقوى يعني كما تشوف اليوم اني يعني موجود اليوم يعني الحمد لله يعني في نجم في 50 في العالم اللي حاجه بالي انا ويعني حاجه من الاوبجيكتيف اللي انا حضرتهم من قبل نحب نوصل لهم اكثر من 1500 بلاصه يعني ما شاء الله يعني تحسن كبير يعني كان خدمت لروحي حلمت كما اي ولد صغير باش نحلم باش نخلط يعني نلعب اكبر دورات في العالم باش نحقق احسن ترتيب في العالم احسن لاعبين في العالم باش نكون حاضر معاهم الحمد لله قاعد نحقق في هذايا في الحلم نتاعي باكثر ايمان يعني انا يعني نشوف يعني نتيجه ايجابيه من باش يبدا واحد السنه هذه يعني الدور الثالث في دوره استراليا المفتوحه دوره كبيره يعني اول جراند سلام يعني في السنه و يعني ديبي سيزون باهي تعرف مع غيرت المدرب جديد ستاف جديد يعني هذوما كل لازم يتحطوا حاجات يعني تحط كل منطقه في حاجه في بلاصه فما خدمه جديده يعني تعرف كل شيء يتبدل مع مدرب جديد دار لي انا نشوف يعني نتيجه ممتازه حتى اللاعب ربحته يعني قبل مرتين ما شك كما شفنا اللاعب اللي ربحني اليوم يعني ربحني يعني في استراليا ربح بعد الماتش اللي بعد ربح رقم واحد في العالم يعني اندي ميري يعني اللي ما خسرش مع لاعب يعني نكره لاعب يعني ممتاز يعني تجم تقول يعني كنت تجم تفوز عليه ما ذاك هو يعني ما تاخو كان اللي كتب لك مازالش يعني ان شاء الله برشا حاجات استنوا منه برشا حاجات تعرف كيما شفت يعني روجي فيدرير ولا مش روجي فيدرير يعني عندي اللاعبين يعني اليوم يعني حتى رافا نادال 31 سنه يعني عدى 30 يعني نشوف اكثر لاعبين اللي تشوف فيهم تو على الساحه يعني اكثر من 30 سنه يعني اسم كبير يعني في التنس العالم يعني خرج عدد اللاعبين كيما يقول بورك قبل واستفانت بارك وعديد اللاعبين اخرين اسم كبير راح 7 مرات هذيك سيف كاس العالم ربحنا 7 مرات جينا بمعني بلاعبين يعني عندهم جول دوبل عندهم خبره يعني جوار ثاني تجم تقول يعني اقل خبره يعني في السنجل يعني جابوا لي يعني شباب ظل يعني حدود روافر اليوم باش نجم نربحوهم عندنا يعني مجموعه يعني لاباس بها يعني حلوه مدرب هذا نعرفه ويعني اسم كبير يعني على تعريف يعني هو يعني يعني من الفورماتور نتاع روجي فيدرير يعني خاصة في العموم في العام اللي هو وقته حاجة 15 16 سنة 17 سنة وقتها هذاك اللي يعمل بيك ويتحسن فيها المدرب هذايا عاونه برشا كثير يعني باش هذايا وانا اليوم يعني عاوني كما تشوف في استراليا ومازلت نتسنى منه أكثر من هكا برشا وإن شاء الله يعني يعطيني يعني بصمة نتاعو باش يزيد نقدم في الترتيب إن شاء الله معناش ثقافة رياضة التنس هذا يعني لازم تولي أكثر رياضة شعبية ساعة في البلدان العربية ثاني حاجه يعني في العرب احنا لازم يمنوا اكثر زاد حظوظهم لازم زاد يوفروا لهم لي كونديسيون اللي موجوده باش اللاعبين يكونوا يلعبوا خير لازم يكون اكثر في النوادي كما نشوفوا يعني ما شاء الله في تونس هنا لكن نشوف يعني النوادي يعني ولات معبيه ما عادش تقبل في العباد خاطر ما عادش النوادي كل معبيه يعني ليسونسي يعني طلع في تونس النومبر ليسونسي كثر كثر برشا نشوف هذوما كل يخليك يعني يوري اللي وقع فما تحسن فما تطور واحد كل شيء ان شاء الله في تونس يعني كما تشوف يعني في البنات وفي البنات في الولاد البنات يقراوا في العرب التونسي زاد يعني حاجه باهيه برشا يعني التنس التونسي لازم يكون يعني يكون ان شاء الله قدوه للشباب اللي يكونوا يعني بعدنا باش نجموا يعني نخرجوا يعني لاعبين اخرين يعني كيما ملك جزيري ولا حتى خير علاش لا في المستقبل ان شاء الله تخرج ابطال يعني لازمك تستنفع منهم لازم تاخذ خبره من عند اللاعبين هذوكم خاطر الطريق اللي باش تعملوا صعيب برشا انا كان علي انا خذيت برشا وقت باش خلطت وينانا خاطر الطريق ما فما حتى قبل يعمل فهمني ماهيش تضرب في الكوره برك راه مش تضرب في الكوره وتروح لداركم لازم تعرف طريق لازم تعرف كيف تجير لي مومون هذوكم البروغراماسيون مهمه جدا واحد ليجين دو في لا بريباراسيون كيفاش هذا كل يعني يتطلب وقت وكان جاي يعني فما شكون ديكسبيريونس عدى لي ميساج هذا ولا عملها قبلي تعرف سهله في كل شيء كان انت تعرف حتى في خدمتك ولا في اي خدمه اخرى تعرف شكون عملها قبلك انت تلقى تقول اي عملها قبلي يعني اسهل يعني تلقى ما عملها حتى قبلي فما حتى خلى 50,000 ولا حتى في 100,000 في الولاد ثاني ياسر رياضه صعيبه تشوف يعني بلدان هذيا كبار كيما الشين هذوما مليار وقعوا مليار
ويعملوا في دورات كل اسبوع في العالم، دورات كبار يجيبوا في روجي فيدرر ويجيبوا واحد، وما عندهمش 1% الاولى في العالم، رقم واحد في الصين 160، رقم واحد في الهند كيف يعملوا في دورات واحد كيف كيف. تشوف امريكا دون بلدان عالميه تلقى ثلاثه ولا اربعه عندها في المئه الاول في العالم، يعني ما همش يعني مش سهل تخرج لاعب. تشوف انجلترا عندها اندي ميري وبعد كده عندها جوار اخر كاو في المئه الاول في العالم، يعني لا مش هم جنسيات الحقيقه، يعني عندي من جنسيه اخرى يعني يعني عرضوا عليا، وانا ديما قلت ملعب كان لتونس والناس كان راي تونس. ان شاء الله تسني ملك جزيري ان شاء الله ما خير. انا متفائل جدا كل يوم قاعد ناخذ اكثر ثقه في النفس، يعني اكثر ماتوريتي يعني ناخذ فيها، ان شاء الله نمشي نقدم ان شاء الله اكثر من كي برشا ان شاء الله.